الولد الله يرحمه مات. هانتا كتشوف من نهار مات الحاج وانا معاه في المشاكل، راه قجل ليا بنتي قال لها نقتلك انت وامك، راه تهدد عليا ما هي مره ما يجيش، راه مشيت بغيت نطلب وطنطلبو قلت ليه تساعدو ورماني في الدار قال لي السر عطيني ابتساعه كحلت القلب. انا اللي مكبره ليه الولاد وانا اللي خدمه معاه حتى نهار ما تبعه ودار ليا هاد الحاله وشوهني دعاني ما خلى اللي ما دار ليا، قال لي ما تسرحيش في البلاد. ما قدرتش عليه، حسيت بالحقر وما قدرتش عليه، ما قدرتش عليه، ما عندي كيفاش ندير معاه. لا اله الا الله، خليت ليه الله تبارك وتعالى غادي يتولى. انا النهار مشيت لعندو قلت لك مره وحده قال لي سير عطيني باتساع، سير قال لي راه المخزن وسير عطيني باتساع جهدك جري، بغيت حقي وحق ولادي، انا بغيت فاش نعيش انا وهذيك البنت، بغيت حقي وحق ولادي يا وليدي نعيش فيه حتى نموت، حتى يصرف عليا الله سبحانه ولا اله الا هو المحسنين. وما كنتش في هذا الوضع، كنت مهزوزه فوق الراس وما عمرني نويت يدير لي هذه الحاله ولا يشوهني هكا. المشكل مع حسن ربيبي من نهار مات الحاج وانا معاه في المشاكل، راه قجل ليا بنتي قال لها نقتلك انت وامك، راه تهدد عليا ما هي مره ما يجيش، راه مشيت بغيت نطلب وطنطلب وقلت ليه تساعدو ورماني في الدار قال لي السر عطيني ابتساعه كحلت القلب. انا معاه، انا اللي مكبره ليه الولاد وانا اللي خدمه معاه حتى نهار ما تبعه ودار ليا هاد الحاله وشوهني دعاني ما خلى اللي ما دار ليا، قال لي ما تسرحيش في البلاد، ما خلى ليا حتى شي حاجه. لا اله الا الله مولاي محمد رسول الله. وبالنسبه للورث اللي عندكم شنو درتوا فيه دابا؟ والو، ما شدينا حتى حاجه، ما عطانا حتى شي حاجه. قال لك هو غادي، قال لي انا غادي نلبسها الله تر خليها لهم كحله، واللي كان راجل يجي قال لي يقادها ويصيبها ويغرسها، ايوا راه يبسانيت بسانيت راه خلاها كيك مارتو الغرس، راه ما تنديو شي دوك حتى الاملاكات اللي في التسع تيبيعوا فيهم ولاد عمامو وعمو، حنا ما لحقنا والو حيت هو ديك المعسره فيها باه وفيها بخالته كي كانوا مخالطين الرجاله بربعه، هو ما بغى ينتزل ليهم على ديك المعسره، هما ما بغى ينتزلوا على داكشي اللي في سميات باهم، وداكشي راه خصو كلشي يرجع للعرم وكلشي يتفرق على اربعه. هلي نشوفوا اش بغينا نديروا حنا وياه، راه حق عمامو تمايا وحقنا وحق الجميع، هو مستغلها بوحدو حيت هو قال ليه عمو اللي هو نسيبو قال ليه الا شديتي نتوما هذيك المعصره حنا غادي نشدو داكشي اللي في سمايانا، وهو دروك راه تيستغل هذيك وحنا رجف الله حنا ترمينا في التوش، اشنو بينا نديرو؟ فين بينا نعطيو الراس؟ عندنا الله اللي يوقف معانا. ما قدرتي عليه؟ حسيتي بحقرك وما قدرتيش عليه؟ ما قدرتش عليه، حسيت بالحقر وما قدرتش عليه، ما قدرتش عليه، ما عندي كيفاش ندير معاه. لا اله الا الله، خليت ليه الله تبارك وتعالى غادي يتولاه. درتي شي شكايه؟ درت الشكايه الاولى ودرنا الشكايه الثانيه، ودرنا شحال من شكايه درنا، وتنديروا له التعرض ولكن ما تيحبسوه، تا يشوفوا فيه تيبني المسؤولين وما حابسين وخاليينو تيبني وخاليينو تيدير، ما خصوش، ماشي من حقه يحل هذاك الحانوت، لانه فيه اكثر من فضيحه الورثه، وهو حلو تيستغلو ماشي من حقه. متساعدين معاه وخلي انه حل داك الحانوت وخدام فيه. تساعد معاه، شكون اللي تساعد؟ متساعدين معاه دوك اللي تيخليو المسؤولين، انا ما نعرف شكون هما دوك اللي تما مسؤولين، راه هما اللي متساعدين معاه، على اللي كون ما ساعدوه غيحلو راه ما يقدرش. يعني هو دابا راه تيقول لك وعندو الرخصه وعندو 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 راه حل داك الشيء. الشكايه ديالك فين وصلت دابا؟ والله ما عرفت وليدي، راه كانت وصلت عند الجدارميه لهنا، ماشي هذيك، ماشي على حساب الشكايه، ما عرفتش الشكايه وصلناها للقيد. الاولى خوه تعطاها للقيد وقال لي سي، المهم عاوتاني خدم خدم من ورا ديك الشكايه خدم، قال لي سيرو دفعوها، دفعنا الاخرى ثاني راه دفعناها على جاتهم على البارد، ما نعرفها وصلت ولا مازال ما وصلت، راه تنديرو تعرض وتنعاودو نديرو تعرض، ولكن راه كاين الله، راه هو خدام شغلو وتيرقدها بالرشوه وبالفلوس وخدام. واش المنطقه هذه اللي عندكم فيها نتوما هاد الاملاك؟ الغابه دوار مولاي عثمان، تما كاين فيه الاملاك، الساقيه راه تيجينا فيها نصيبنا وتيبيعو، وقت ما جا الدور تاع الساقيه تيبيعو، راه عمرو ما شفنا منو حتى باش نشريو، حتى باش نشريو شمعة باش ندويو. هادشي في الجامعة تيتيمور؟ في الجامعة تيتيمور، الساقيه تاع تاع مزقال تيشد فيها النصيب ديالنا، كان تيبيعها الحاج دروكا تيبيعها هو، تيبيعها تيدليها في جيبو، ما نعرف اش تيعطي لعمامو ولاد عمامو شي ولا ما تيعطيهمش، المهم هو تيبيع الساقيه. انا عمرو ما لحقني لي مني حتى 10 دريال، عمرو ما مدها ليا. فاش كتمشي عنده شنو كيقول لك؟ اشنو قال لي؟ انا النهار مشيت لعندو قلت لك مره وحده قال لي سير عطيني باتساع،
سيري قال لي راني المخزن وسيري اعتني بالتيسع جهدك جري. وهذا الشيء تفرقت انا وياه، قلت له الله يعاونك، دعاني كاع ما عمرني وصلته، ولا قلت له لا لك بالتير ولا القليل، عمرني ما طلبت منه شي حاجه، وتيشوف بعيني ولا اله الا الله ولي محمد رسول الله. ما عندي واشنو تطلبي دابا انت؟ كان طالب حقي، الا عندي شي حق وحق ولادي بيتو، الا عندي شي حق بيت حقي وحق ولادي، انا بيت فاش نعيش انا وهذيك البنت، بيت حقي وحق ولادي يا وليدي نعيش فيه حتى نموت. تيصرف عليكم حاليا؟ تيصرف عليا الله سبحانه ولا اله الا هو المحسنين، اللي جاد عليا بشي حاجه الله يجود عليه بفضل الله. صافي شكون تيصرف عليا؟ شكون تيجود عليا؟ راه ولاد الناس، غير ولاد الناس، اللي شاف الحاله راه تيجيب شويه، والصراحه النبي اللي جا وشاف شي حاله هكاك ما عجبته تيجيب شويه ويعطي شويه والله يعطيهم مناش. واخا ما يمشيش انك تتبكي، شنو اللي خلاك تبكي دابا؟ واش الحقره؟ الحقره وليدي الحقره والظلم، وما كنتش في هاد الوضع، كنت مهزوزه فوق الراس، وما عمرني نويت يدير لي هاد الحاله ولا يشوهني هكا. سير تفضل. يا وليدي حنيني، هاد 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 الراجل ما بينا معاه هاد الشي ودارنا فيه، تعدى علينا وليدي وبزاف وبزاف، ماشي غير بشويه، هاد الشي راه لا اله الا الله. هو تيبني كاري، راه تيفد الخزاين فيهم الفلوس، دايرهم تمايا تاع الجامعه تيكريهم، داير وليدي راه تيطلع لبينا، تيبني كل يوم كيغدا وداير تما الدور وخدام وتيبرد الفلوس، وحنا كنموتو بالويل وبتما، راك حلا ما كاين اللي يصرف عليا ولا على بنتي. الولد الله يرحمه مات، هانتا كتشوف حيدو ليا كاع. ايوا رجع في الله وليدي حنيني، راه لا اله الا الله ولا محمد رسول الله، وتيقول لك في ذي الصورت انا عندي الله سبحانه ولا اله الا هو، تنطعنا بالله. يقول لك وتيقول لك عنده الصور في ذي الصورت، هو قال لك عنده في ذي كل شيء، قال لك جري ديري لا غلب الشعير شعير يديه، وقال لك كل شيء عنده كار، قال لك راه المخزن تعرفيه، ورجع في سيدي ربي الكريم. بالضبط راه كل شيء عنده، واش خلى ليا؟ راه حتى حاجه ما خلاها ليا، والبقر كل شيء داك، انت نحل بها ديك الحليبه تنعتق بها انا وهذيك البنت كنبيعوها، دروكا حيد ليا كل شيء. الغرس تيبيع ويصايب حتى نهار مات الولد، باع التفاح كمل وجناه، الحب الغله نتق العود باعو، نتق جدر تاهو كل شيء داه باعو، ما خلى حتى حاجه. تيجني الزيتون ويبيع، تيجني الليمون ويبيع، حتى كمل جنا المربى المشمش عامين، ولا اله الا الله وليدي حنيني كل شيء يبسو، حتى الشاري جرى واحد شويه الفصات ما تيدير ديك الكراب، الا كضرب شويه ديال الماء تضرب تضرب تتقب الشاريج. دابا راه قاعد يدوز كاع، راه الشاريج ما تلاش هاد والو، ما هو اللي تقب، وكاع اللي سولت يقول لك اودي هذيك الكراب اللي تقبات الشاريج، حتى تكون خاوي الميكا وتيضرب تضرب في ديك الكراب تضرب في ديك الميكا، تطلع ليه ديك الجغمه ديال الماء. وليدي لا اله الا الله، راه ما عندي ما نبرد ولا ما نسخر غير جود الله تبارك وتعالى.